مش واقعين زي ما الناس فاكره. الكلام ده ليس له اساس من الصحه خالص. يعني فعلا كلام يعني معلش نبره صوتك حزين. حزين طبعا لان انا يعني اعتقد ان اعضاء نادي السيد دول على وعي كبير، ناس متعلمين وفاهمين وعلى ثقافه وعلى درايه، وناس من صفه المجتمع. لما انتوا تسمعوا الافتراءات والاشاعات دي وتصدقوها، بالعكس انت تضحك عليكم. انتوا بتقروا كلام فمن طيبتكم الحقيقه واحترامكم للناس ما عندكوش فكر ان ممكن حد يكتب ويكذب. قرار خدته وندمان عليه طوال الاربع سنين. قرار خدته لو رجع بيك الزمن مش هتاخده تاني. قرار خدته وندمان عليه. والله ما انا فاكر يا محمود، مش متذكر يعني ما انا ما بن عموما مع يعني ما بندمش قوي، لان ما دام خدت القرار مع نفسك قلت لو صبرت ثانيه ما كنتش خدت القرار ده. يمكن اكون مثلا مره مثلا ان انا زعلت حد مني وبدون قصد. انا من الناس اللي ممكن تنفعل بسرعه وتهبل بسرعه. ممكن ساعات كنت ندمت ان انا زعلت حد مني، هو ده الاساس. بس اقول لك على حاجه انت ما سالتنيش عليها يا محمود، يا صحفي يا محترف، هقولها لك. ما جبتليش سيره ارض بورسعيد لسه هتكلم فيها. جاي خلاص. انا سبقتك يا حوده. وزير الشباب والرياضه اصر على اقامه الانتخابات في كل الانديه ومراكز الشباب في موعدها. شايف القرار ده ازاي؟ وشايف الدكتور اشرف صبحي ازاي؟ دكتور اشرف صبحي شهادتي فيه مجروحه لانه صديق عزيز وغالي، لكن راجل من اكتر الناس نشاطا، نشيط جدا، دؤوب، بيشتغل بحب للبلد وحب للأندية. أما حتة قرار إن الانتخابات تقام في موعدها، ده مش قرار وزارة بس، ده قرار مجلس وزراء. يعني يوجد ناس يعني أعلى من يعني رئيس مجلس الوزراء، ده قرار مجلس وزراء. فبدون شك مش القرار للوزير لوحده. فأنا شايف إن هذا القرار في نظري أنا كان نفسي إن يؤجل، إن أنا خايف من الكورونا، الجائحة القادمة أنا خايف منها. لأن يعني في ناس صحابي ماتوا من الكورونا قريب. كورونا بقت شديده شويه وبتعلى شويه، لكن برضه هم كناس مسؤوله على درايه وعلى علم اكتر مني فيما يحيط الموضوع ده، عشان يعني ما اتكلمش. لان كان فرع بورسعيد يا محمود كان يعني مهمل شويه. لما احنا غيرنا تغيير شامل في بورسعيد بشهاده اعضاء بورسعيد ولجان بورسعيد اللي اتعمل في بورسعيد ما اتعملش على مدار سنين. غيرنا في كل حاجة، وكل طلباتهم اللي طلبوها كانت مجابة. اعملوا برجولة، عملنا برجولة. اعملوا ملعب سكواش تتغير. اعملوا لنا ملعب خماسي، عملنا ملعب خماسي. اعملوا لنا ونبي كافيتيريا، عاوزين كافيتيريا محترمة لينا، عملنا كافيتيريا محترمة لينا. مفيش حاجة قلناها لفرع بورسعيد ولا أي فرع من الفروع، لا. احنا حاولنا على قد ما نقدر نعمل لكل دي كلها. دي مش ترجعك ان انا برضو مديون؟ مش رجعك تفكر يا محمود انا مديون؟ مديون ازاي بس يا جماعة وعامل كل الحاجات كلها؟ مدون منين؟ لو مدون مش هعرف اعمل حاجه. مدون ده ما بيعملش حاجه، لا عمل جنينه اطفال ولا عمل جيم ولا غير في المنافذ ولا عمل ولا عم. مدون نادي السيد فيه العديد من الشخصيات العامه طبعا طبعا. الشخصيات دي شايف ليها دور؟ بيبقى ليها دور في الانتخابات؟ مفيش مناقشه. الوزراء كلهم بيجوا، المحافظين بيجوا، كل الاعضاء لما اشوفهم بعناية، كل الوزراء والمحافظين والناس القامات الكبيره دي هي بتحب انها تبقى لها دور ومشاركه اساسا. وانا بشوفهم بعناية، شفتهم في الانتخابات اللي فاتت، وجالي وزراء مش بهزار، وكانوا مسافرين وجم من المطار عليا في الانتخابات اللي فاتت. فيعني اذا ما كانش دول يبقى لهم دور ازاي القامات الكبيره دي؟ لان نادي السيد بالنسبه لهم برضو يعني منفذ محترم، وبيجي يقعدوا فيه كتير جدا الناس، ومبسوطين من خدماته ومن قعداته وكل حاجه. راضي عن خدمات المجلس الحالي؟ الحقيقه راضي بما كان متاح في ايدينا، راضي عنهم بصراحه، راضي. اختلافات كان في اختلافات وجهات النظر موجوده، انما الاحترام ما زال قائم بينا الى اقصى درجه. حاجه كان نفسك تحققها وما قدرتش تحققها في الاربع سنين كانت من ضمن برنامج الانتخاب؟ المرسى النهري. بس اتزنقت غصب عني. في ازمه بخصوص المرسى ده مع الاعضاء؟ ايه ازمه مع الاعضاء؟ هم الاعضاء يعني في كتير كلموني انهم مبسوطين من الموضوع ده، وفي ناس كتير كلموا ان احنا مش مبسوطين. ان هو كحاجه كويسه للنادي لو فكرتها بدون عارف الموضوع ده، لو بعيد عن الانتخابات خالص، كان الناس تقبلته بطريقه ثانيه خالص.
لما للاسف جه فتره زمنيه قال لك عاوزين يصرفوا فلوس، عاوزين مش عارف ايه، مديونين وعاوزين كمان يدينونا زياده وحط ايديهم في جيوبنا. كلام ملوش اي اساس من الصح. وانا المرسى النهري ده لو عملناه كمان هناخده في بيتنا حطه عندنا، مش ناس هتستخدم مرسى نهري على النيل تقعد تفطر هناك الصبحيه في الويك اند كده على مدار الاسبوع وتتغدى هناك وتتعشى هناك، منفس حلو على النيل. انما بقول لك ايه يعني قدر الله ما شاء فعل. انا ما نجاحك استاذ محسن طنطافر، انت اول قرار هتاخده ايه؟ اول قرار هاخده في مجلسي ان ازاي المجلس الموجود ده يحترم بعضه ويحب بعضه ويساعد بعضه، لان هي ما هياش زي ما بيقولوا ايه، احنا جايين نخدم مؤسسه، فالتكاتف مع بعض والاحترام لبعض وان احنا ما نخرجش اسرارنا لبره، ده اول قرار عاوز اقوله للناس اللي هتبقى ان شاء الله موجوده، ربنا يوفق الجميع. ثم بعد ذلك ازاي الواحد يفكر انه يقدر يعمل يستثمر ويجيب استثمارات في النيل. انا عندي في دماغي كمان ان انا عاوز اعمل فرعين بنوك جداد، فرع في بورسعيد اوريدي شغال فيه بقالي اكتر من سنه وشغال فيه، وفرع تاني اخر جوه الدق هنا مفتوح على بره، لان العقد اللي بيني وبين البنك اللي بيشتغل معايا ان انا جوه النادي هو بس، لكن لما افتح بره ملوش دعوه. هتمثل لك ازمه في حال نجاح ناس من بره القايمه؟ ابدا برضه ابدا، بالعكس. مش خايف تتعرض؟ لا لا محمود مش خايف، لان انا بعرف اتعامل مع كل الناس، بس اهم حاجه يبقى البني ادم اللي جاي على الترابيزه يبقى متسامح مع نفسه وعنده يقين ان هو جاي يخدم بس، مش جاي متحفز على عشان يخش ينتقم من حد. ده لو هذا الشعور موجود وهذا الاحساس موجود عند الناس، هم جايين يشتغلوا لمصلحه المؤسسه بحب واحترام، اكيد هنجح. اي حد يجي لي مش فارقه معايا. ليه شفنا نادي الصيد مؤخرا في كل وسائل الاعلام؟ نعم، ازمات، بعض من ازمات نادي الصيد مؤخرا في العديد من وسائل الاعلام، كانش بيحصل قبل كده. ما هو ده تعيزه لايه؟ تعيزه ان الناس ما بتحبش نادي الصيد. انا عمري ما طلعت نادي الصيد، حتى لما ما كنتش مجرى اسمك صدار، عمري ما اتكلمت عن نادي الصيد غير بكل خير. اللي بيحب نادي الصيد بيحب نادي الصيد، ما ينشرش غسيله بره لو في اي حاجه. حتى اللي بينشر ده بيكره نادي الصيد ولا بيكره محسن طنطاوي؟ لا، بيكره محسن طنطاوي والمجلس بتاع محسن طنطاوي. اي حاجه تنشر على نادي الصيد ده انت بتكره المؤسسه قبل ما بتكره المجلس يا اخي. يعني انت حتى لو انت راجل متاسف هتنشر حاجه خاصه ببيتك بره؟ لا طبعا، عيب. كله يتحل جوه، وباب المجلس هنا كان مفتوح لكل الناس، اللي بيخبط يخش عادي خالص. احنا جوه الاوضه دي مجلس اداره، تحت اعضاء زيه بالظبط، ما فيش اي اساس الادفانتج عندي اما بسيب مكتبي هنا في مجلس الاداره. يوم الانتخابات هيمشي ازاي؟ هو يوم صعب، ما فيش مناقشه، بس لازم يوم يسود الاحترام وضبط النفس. الاحترام انا دايما احنا مش في حرب يا محمود، والله ما حرب. الانتخابات هتخسر، لكن في ناس كتير هتخسر نفسها مع الانتخابات. لابد ان هو يكون يوم عادي زي اي يوم عادي، احترام، منافسه شريفه بين الاعضاء. اللي ينجح نقول له مبروك، اللي ما ينجحش يا سيدي وانت عارف الخير فين، مش جايز تيجي يبقى شر لك طبعا، وجايز تبعد عنه يبقى خير لك. سلم امرك لله وخلاص، ما تكلمش في حاجه. تقول لاعضاء الجمعيه العموميه ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه دول مش عشان الانتخابات، اكثر اعضاء احتراما وثقافة وحبا للنادي. خد بالك ساعات برضو اللي بينقدك ده بينقدك من حبه للنادي، وانا اسمع له. طالما ان النقد في اطار الادب والاحترام والذوق لازم انا اسمع له واحسن لو اقدر اعمل. اما اللي بينقد للنقد وخلاص او لنقد شخصي او عنده حاجه شخصيه لم تتحقق له في النادي فزعلان منك، انت عدوه يا راجل. لا يا راجل، احنا هنا بندير مؤسسه، ممكن ما اقدرش اعمل لك حاجه لانها مش مظبوطه، تزعل مني وتغضب عليا وتخاصمني. طب ليه لازم تعرف ان انا برضو انا مسؤول، ومسؤول يعني برضو زي ما بيقولوا ايه، يعني مش على البحري،
ناس مقيدين بلوائح وقوانين وزاره شباب ورياضه ولجنه اولمبيه، فاهم ازاي؟ لازم الزعل عقلاني. تقول لهم ايه؟ ما بقول لهم انتوا ناس محترمين وارجو ان انتوا تحضروا الجمعيه العموميه بكثافه لان وجودكم مهم جدا، وارجو انك تختاروا الاصلح وليس الصديق وليس اللي بتحبوه، شوفوا الاصلح. وانا عن نفسي لو انتوا شايفين ان انا الصالح انا مش زعلان، لان انتوا اللي بتختاروا وانتوا اللي هتعيشوا مع المجلس اللي جاي 4 سنين. انا اطلب بس ان الناس تختار الاصلح بعد ما يقعدوا جميع المرشحين يفكروا كده ويقولوا لا ده الاصلح، ويشوفوا ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. توعدهم بيه؟ بص الوعود كتيرة جدا وانا ما بحبش اوعد وما نفس. كل اللي اقدر اقوله ان انا لو كان عندي اخطاء في المجلس في المجلس السابق احاول اتلاشاها. كل هم الاساسي ان انا ازاي باذن الله ان انا احاول ان انا استثمر في النادي استثمارات كويس وادخل دخل النادي باذن الله يكون كويس. ده اللي يهمني، علشان كل هم ان انا ازاي احاول اريح الاعضاء اذا كان عندهم نوع من العناء من الـ 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 الاشتراكات او من او كده او كده. في قرارات ممكن تتراجع عنها بعد نجاحك في الانتخابات؟ قرارات ايه؟ تتراجع عنها. ما هو طب اسالك سؤال، ما انا القرارات اللي تعبتني زي ما جالي مصيبه كورونا، ما انت غصب عنك انت بني ادم وبتعيش في ظروف ما يعلمهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. زياده الاشتراك ممكن تتراجع عنه بعد الانتخابات؟ ده عمل ازمه معاك. سؤال، ما عنديش مانع ان انا لو اخطات في حاجه ان انا اصلحها. تمام. بس لابد كمان ان انا لما اجي اصلح ما اصلحش بخطا. اصلح صح، يكون عندي من الدخل الكفايه ان اقدر اساعد الاعضاء واشيل حاجات معينه عندهم، لكن اجي كده واقول والله انا اوعدكم انا هشيل مش عارف، راجل بكذب على نفسي وبكذب على الاعضاء. خليك صريح مع نفسك. لو انا همي ان انا اساعد الاعضاء ازاي اساعدهم، وفي نفس الوقت اساعد بما يتاح ليا من امكانيات. احيانا لما بتيجي تاخد قرارات بتبقى حاطط قدامك حته الانتخابات. عمري ما خدتها، عمري. لا ده سؤال حلو جدا. ولا القرار لمصلحه الكيان ام له حسابات اخرى مع الانتخابات؟ بص يا محمود، انا اسف السؤال فانت. سؤال حلو قوي. بص يا محمود، البني ادم اللي بيشتغل وليس في حاجه للنادي، بيخدم النادي كمؤسسه حبا فيها، قراراته بتتاخد على هذا الاساس. انا لو بصيت للانتخابات هعمل كله غلط. هعمل كله غلط، يعني ممكن اكون واخد اخد قرار شايفه واضح وضوح العيان انه غلط وعكسه عشان خاطر الانتخابات، ابقى انا اساسا لا احترم هذا المكان ولا كرسي، مش عايزه، مش فارقه معايا خالص. انا باخد القرارات السليمه المفيده زي ما باخد في قراراتي الخاصه في شغلي اللي في صالح العمل بتاعي، يبقى بعمل هنا في صالح المؤسسه مش ضد المؤسسه. لو خدت قرارات بقى يعني زي ما بيقولوا ايه تفصيليه عشان محدش يزعل وتيجي على حساب النادي، يبقى ما استاهلش ان اكون موجود. استاذ عمر السعيد المح برضه في حواره معايا، ألمح وجود الانتخابات اللي فاتت رشاوى انتخابية. قال نصا بعض من الناس اللي تم ترضيتهم برشاوي أو ترضيتهم برحلة أو دفعوا الثمن بزيادة الاشتراك. يعني مين اللي خد الرشاوى؟ عقيبة. لا انا مش فاهم يعني ايه رشاوي لمين؟ للناس اللي كانت مسؤوله عن الصناديق يعني بقى الله، ولا ناس اللي مسؤوله ولا ناس المسؤوله في الوزاره؟ دول كلهم قضاء، ده هيئه. طبعا هو بيقول عن الناس مثلا المؤيدين لحضرتك او المرشح ما بعينه رشاوي. وفي عضو في نادي الصيد محترم ياخد رشوه ولا يقبل على نفسه رشوه؟ يا راجل قبل ما تتكلم يا عم عمرو والمح، سيبك من التلميح، ما التلميح ده يعني هو ده اللي في دماغه. تمام. وفي عضو نادي في نادي الصيد مستني رشوة من حد ولا مستني وجبة من حد ولا مستني رحلة من حد؟ ده كلهم ناس محترمين على أعلى مستوى، ناس محترمين ماديا ومحترمين أخلاقيا ومحترمين قيمة وقامة. اللي هو كده ده راجل مريض. ألمح إيه؟ رشاوي إيه يا محمود؟ حسبي الله قبلك الله يسامحه يا عم، قول اللي يقوله. كلمة أخيرة يا فندم. كلمة أخيرة، أمنية حياتي زي ما بقول دايما إن هذه الجمعية العمومية أو أعضاء نادي الصيد في نظري ناس لهم قيمة كبيرة جدا، ومش عشان الانتخابات، لا انتوا بتختاروا صح وربنا هيوفقكم انكم تختاروا صح. كل اللي بقوله ان لو سمحتوا حتة صديقي وصاحبي واخويا وقريبي ابعدوها، شوف بعينك النادي محتاج مين ونقي الاصلح للنادي فقط لا غير، وربنا يولي الاصلح. اهم حاجة ان انتوا ما تنقضوش بثقافتكم واحترامكم
وعلمكم وتربيتكم باي اشاعات وافتراءات ملهاش اي اساس من الصحه غير تشويه نادي الصيد، وغير علشان وصول ناس ما تستاهلش الكرسي ده اساسا. البطانه السوق دي، بطانه السوق دي بطانه، وانتوا ناس متعلمين لا تنصتوا. اذا قريت حاجه ما تنقدش وراها، حقق فيها، استفسر عنها، عشان تبقى راجل حقاني ان انت عرفت الصح. فما تنقدش ورا حد بيكتب غلط، ناس مرضى، وتبقى انت بتنقد وراهم، وانت راجل على قدر من العلم والثقافه والاحترام والادب وتنقد وراهم.